دعني أرحب بضيفي الأستاذ توفيق طعمة المحلل السياسي معنا عبر سكايب. أستاذ توفيق أهلا وسهلا بك وأسأل الله مساءك بداية. حياكم الله في الكريم، تحية لك وتحية للأخينا الأستاذ سليمان وللجميع. أهلا بك. طب إذا ما بدأنا من الوضع الدولي، أعلنت دولة جامايكا اليوم صباح اليوم الأربعاء الاعتراف بدولة فلسطين لتكون بذلك الدولة 142 التي تعترف بها، بعد تزايد يعني زخم دولي إلى الاعتراف بحل الدولتين. كيف سيؤثر اعتراف جامايكا وهي قريبة دولة من الدول الحليفة بشدة إلى أمريكا، إذا ما تحدثنا عن تأثير ذلك دوليا؟ يعني طبعا هذا يعني اعتراف دولي جديد تعترف بالدولة الفلسطينية، هذا شيء جديد وشيء مقدر، وأيضا هذا يزيد من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقف حائك الآن أمام قيام دولة فلسطينية، وبالتالي أي دولة الآن تعترف في فلسطين أعتقد هذا شيء جيد وشيء يعزز موقف الدولي من القضية الفلسطينية ويطالب بحقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف. يعني هناك أيضا دول أوروبية دول غربية تحدثت، منها إسبانيا أنه ستعترف في دولة فلسطين في الشهور القادمة ودول أخرى، وبالتالي أعتقد هذا الأمر الاعتراف بالدولة شيء حق للفلسطينيين، وأيضا يعني والغرب والمجتمع الدولي عليه حقيقة أن يعترف في هذا الحق. كما قلت العائق أمام الاعتراف حتى بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة اعترضتها أمريكا، 12 دولة يعني كانت مع كامل العضوية باستثناء الولايات المتحدة، الدولتين اعترضوا اللي هي سويسرا ودولة أخرى لم تمتنع، والدولة الوحيدة اللي اعترضت هي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي حقيقة لا تريد حل القضية الفلسطينية ولا تريد اعتراف بالشعب الفلسطيني، وحقيقة هي من تقود الحرب على الشعب الفلسطيني. هذا يذهب بنا إلى السؤال، لماذا تخاطر الولايات المتحدة الأمريكية بمكانتها الدولية التي اكتسبتها من بعد الحرب العالمية الثانية إلى الآن، لماذا تخاطر بها كل هذا من أجل إسرائيل؟ لأن هذه العقلية الأمريكية، لما يعني بايدن يتحدث ويقول أنا صهيوني أكثر من الصهاينة، لما يقول أنا لو ما في إسرائيل كان أنا خلقنا دولة اسمها إسرائيل، وبالتالي بشوف هذا يعني التعاطف والتضامن من الحكومة وأيضا الانحياز الأعمى لدولة الاحتلال الإسرائيلي. ناهيك طبعا أن هنا الحلفاء لإسرائيل سواء كانت في الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، أيضا هناك اللوبي الصهيوني الحقيقة هو المتغلغل في السياسة الأمريكية، وبالتالي بنشوف دائما أن هناك سياسي أمريكي منحاز بشكل غير مسبوق، وأن غالبية الأعضاء في الكونغرس الأمريكي يدعمون الكيان الاحتلال الكيان الإسرائيلي، وهذا ما حدث يعني قبل يوم أمس أو عندما صوت الكونغرس الأمريكي بالغالبية لتزويد إسرائيل ب 26 مليار دولار، وبالتالي إذن يعني هذه السياسة الأمريكية حقيقة، يعني هذه حقيقة المواقف الأمريكية اللي راهن عليها البعض لسنوات طويلة سواء كان فلسطينيين أو غير فلسطينيين، أن الولايات المتحدة لم تكن يوما نزيها في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، فهي منحازة دائما على حساب شعبنا العربي وشعوبنا العربية والإسلامية، والتحديد على القضية الفلسطينية خاصة ما يتعلق في القضية في الصراع بين الشعب الفلسطيني وأيضا بين الكيان المحتل. بنشوف دائما هذه الدعم الغير مسبوق، الانحياز الأعمى، هي السياسات اللي مستعدة أمريكا أن تضحي. يعني شوف بايدن بيعرف جيدا أنه هو سيخسر هذه الانتخابات القادمة، راح يخسرها، شعبيته الآن في الحضيض، وما زال يدعم إسرائيل وما زال يقدم وما زال يتحدث، يريد أن يلمع يعني صورته من خلال الحديث أنه يريد حل الدولتين، وأيضا يتحدث عن إذا إسرائيل اجتاحت رفح، يتحدث عن الحل الإنساني للمدنيين وكأنه هو يهتم بحياة المدنيين الفلسطينيين، هو أبعد يعني من ذلك بمسافة طويلة جدا، وبالتالي إذا موقف أمريكا لا يمكن في أي يوم من الأيام أنه نعتمد عليه، لأن أمريكا منحازة بشكل غير مسبوق
لدولة الاحتلال. طيب سنتناول معك الداخل الامريكي، خاصه ان هناك اكثر من تصريح لسيناتور امريكي، وايضا هناك تصريحات من نانسي بيلوسي في الحزب الديمقراطي، وهي يعني ركيزه كبيره في الحزب الديمقراطي، ولكن دعني اذهب